أحبانا في المسيح يسوع، نحن نأتي مساء كل يوم أحد لنعظم ونسبح ونجد إلهنا الحي، فهو مستحق الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والبركة والكرامة والمجد، لأنك ذبحت وشريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. الرب طالب بنا نتكلم عن كلمته الحية من خلال سفر يشوع والإصحاح الأول والأعداد 8 و9. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تبهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. آمين. هذه الرسالة كانت خاصة لأفراد مجموعة الكنيسة المؤمنين. أحباء الرب، إلهنا إله العجائب والمعجزات، سارت وهي في تسليم عمرها إسرائيل يعبر على أرض البحر الأحمر، صخرة تخرج ينبوع ماء، أريحة تسقط باللف حوالي أسوارها، الشمس لا تغرب يوم كامل، 300 رجل ينتصروا على جيش كامل، مقلاع يسقط جليات، حديد يطفو على الماء، رائحة النار لا تمس فتية وهم ملقون داخله، أسود جائعة ترفض اتهام دانيال، كوار دقيق وكوز زيت يكفيان أرملة طوال فترة مجاعة كبيرة، ملك يحلم ومردخاي يكرم وهامان يصلب، بالتسبيح الله يتمجد، ميت انتنى يقوم بعد 3 أيام، 5 خبزات وسمكتين يشبعون أكثر من 5000 ويتبقى. أتثق به لأن قوته عظيمة، أتأتمنه؟ فأجاب أيوب الرب وقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمره. آمين. أحبائي، في المزمور داود 138 والذي موضوعه شكر على الصلاه المستجابه، فالله ينفذ خططه لحياتنا وهو يعبر بين الصعاب التي نواجهها. ممكن أن جميعا لسماع كلمات كاتب المزمور الملك داود المباركه للرب. المزمور 138: أحمدك من كل قلبي قدام الآلهة، أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي، يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم، لأن الرب عالم ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلبت في وسط الضيق تحييني، هاليلويا، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك، الرب يحامي عني. يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى. آمين. تفضلوا سريعوا. في بداية احتفالنا هذا المساء، تعالوا نحن رؤوسنا ونصلي ونسكب قلوبنا أمام الرب إلهنا بكل تواضع وخشوع، ونطلب بركة الرب وحضوره في وسطنا، لأنه وعد وقال: حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي هناك أكون في الوسط. مبارك الله أبو ربنا يسوع
المسيح ملك الملوك رب الأرباب، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات. أيها رب سيدنا، ما أنجل اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. يا رب أحمدك بكل قلبي، أحدث بكل عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أرنم لإسمك. نأتي إليك يا رب قوتنا، فاسمع لصلاتنا وصراخنا. أنت صخرة خلاصنا فلا نتزعزع. قوة الساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. يا رب غيرنا، شكلنا إلى الصورة التي تحسن في عينيك. أنت الفخار الأعظم الذي جبلتنا بيديك العظيمتين. صادقة هي كلمتك ومستحقة كل قبول، أن الرب يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد رحمته. يا رب أنت إله كل قدرتي، أنت إله المحبة والسلام. تعال وابسط سلطانك غير المحدود على كنائسنا، قلوبنا وعقولنا، على شعوبنا المضطهدة في كافة المسكونة. ولم نطلقك اليوم ما لم تباركنا. يا رب كل عمل لا يمجد اسمك لا ينجح بل يفشل، فهو باطل وقد ضريح. يا رب مسحة الروح القدس عن كل الحاضرين، وشفاء وقوة باسم يسوع الحي لكل المرضى والتعبانين. بارك تسبيحاتنا وبارك كلمتك الحية التي أمضى بكل سر حدين. باركني أنا وجميع أخواتي وأخوتي المنمين والعازف وكل الحاضرين. يا رب بارك شفتي أخونا الباس عماد وأعطيه كلمات حية مباركة من عندك عند انفتاح الفم لكي يخبرنا بكلمة الحياة الأبدية. صلواتنا وتضرعاتنا نرفعها لملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح الشفيع الوحيد أمام الله الآب، الذي له كل المجد والسلطان والكرامة منذ الأزل وإلى الأبد. آمين. لنقف ونبدأ فترة تسبيح الرب بقلوب ساجدة وعيون محلقة لسماع المجد بترنيمة: إني لرافع عيني إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا، اسمع صلاتي واستجيب دعائي. Oh,
القدس المبارك لتأميم صلو، أسكن تحت ظل جناحيك، أعرف معنى سلامي في حبك. سيحل الظلام لكنني لم أخاف تحت ظل جناحيك. Thank you.
هللويا. أحبتي المسيح، الكنيسة ليست حجارة نبنيها ونتعبدها، بل هي مجموعة أشخاص تجمعنا بهم محبة المسيح، فيكون المسيح في وسطهم، جسد واحد، هيكل واحد لمسكن الروح القدس في داخلهم. لنقف ونسبح الرب ونقول: أطرح أكاليلي عند قدميك.
عاملين منزل الرب إلهنا الحي قطر محبته لنا إذ ونحن بعد فضاء مات المسيح لأجلنا لنفتح قلوبنا ونسلم حياتنا للرب لأنه المخلص الوحيد لحياتنا لنرنم فرحا أغمرنا يا ربنا الحبيب فرحا لا ينطق به ومجيد Let's see.
worthy is the Lamb. You are.